السلام عليكم كبيتات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكروس اللي كيجيو خطيرين، كيحماقوا عليهم الكبار والصغار البنات بمقادير اقتصاديه موجوده في اي بيت. اول حاجه غادي نبداو بها هو الدقيق. عندنا هنا ثلاثه زلايف ديال الدقيق الفورص اولا كيلو لاروب. اللي بغات البنات دير معاه القمح ممكن دير جوج زلايف ديال الفورص وزلافه اولا نص زلافه ديال القمح. انايا غادي نكتفي غير بثلاثه ديال الفورص. عندي هنا بيضه، وعندي هنايا معلقه كبيره خميره الخبز. هاد الحبيبات اللي ما عندهاش دير الخميره معجونه. عندنا نص كاس ديال الزيت، وعندنا نص كاس ديال السنيده، عندنا قبيصه ديال الملحه، وعندنا ساشي ديال الفاني وساشي الخميره الكيماويه، وعندنا وحاس ديال ماء الزهر كيجي فيها صرح غزال، وعندنا بالماء وفي العجين. اللي بغات البنات انا بعض المرات كنديرها كامله بغير ماء، وبعض المرات كندير كاس ديال الحليب وكنكمل بالماء. فدابا غادي نبداو. اللي بغات تعجن بيدها تعجن، اللي بغات دير في العجانه دير، عندكم حريه الاختيار. غادي ندير هنا الفورص، غادي نشكل واحد الحفيره في الوسط، غادي ندير السكر، قبيصة الملحة، خميرة معجونة، نضيف الزيت، غادي نضيف ماء الزهر، وغادي نخلط. البنات هنا بديت كنعجن عادي كيف ما كنعجنوا العجينه ديال الخبز، شويه بشويه كنرش الماء. يعني انا كنعجن وانا كنرش، يعني ماشي كندفق الماء في دقه واحده. صافي ملي كنحصل على خليط متماسك كنضيف خميره حمراء وكنوضع الخليط ديالي في العجانه باش نكمل العجين ديالي. وانا كنرش البنات مره مره جغيمه حتى كنحصل على العجينه اللي بغيت. هنا دايره الفيتاس بشويه شويه كنبدا نجهد فيه. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا عندهم عجانه وبغاو يعرفوا الطريقه كيفاش كنعجن القرص، فهادي باش كيجوني مشفنجي. يعني في الاول كنكون غاديه غير بشويه، ملي يلا كنرش الماء شويه كنبدا نطلع في الفيتاس دقه دقه، ماشي من الديبار كندير السرعه. هانتوما لاحظتوا معايا صافي كنجهد، هي كتخبط وهي كتدلك. صافي ملي كنحصل على العجينه اللي انا بغيت، ما تكونش البنات قاصحه خاصها تكون رطبه، كنضيف معلقه كبيره ديال الزبده وكنخلي العجينه ديالي تعجن، كتجمع لي ديك الزبده اللي ضفت. صافي هنا كنحصل على الخليط اللي انا بغيت كيف ما كتلاحظوا، خليط رطب وتتلصق في اليد البنات، والعجينه كتحسوا بها ملسه كيف ما كتلاحظوا، يعني كتلعبوا بها كيف ما بغيتوا. فدابا غادي نغطي بالسلوفان حتى يتضاعف الحجم ديالها. هنا من بعد ما خمرت لي العجينه وتضاعف الحجم ديالها، كنجيبها وكنجيب واحد اللاطه اللي غادي نوضعها فيها اللي يكون فيها ورق الفرن، وكندير شويه ديال الزيت في يدي باش ما تلتصقش لي العجين، وكنخويها من هذاك الهواء اللي فيها كيف ما كتلاحظوا. كنوضعها في سطح العمل باش يسهل عليا نشكلها، وانا كنفرغها من داك الهواء اللي فيها كيف ما كتلاحظوا. العجينه كتلصق ضروري من استعمال الزيت في يديا. صافي هنا غادي نبدا نشكل فيها كويرات صغار البنات، الا بغيتوها كبار غادي تجيكم كبيره بزاف. صراحه السر والملح ديالها هو تكون بحال هكا صغيره، يلا كتجي هي هذيك في القياس. صافي كنكور حتى كنكمل كيف ما كتلاحظوا. هنا غادي نجيب شوكولا غالا، غادي نقسمه غير على النص كيف ما كتلاحظوا، اولا غير شوكولا عادي ديال الحانوت. هنا حيت عندي غالا قطعته، وغادي نبدا باول وحده بديت هي غادي نضغط عليها واحد شويه من الوسط، وغادي نسدها بهذه الطريقه هذه ونكور باش ما تحلش ليا. غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نجيب وحده اخرى غادي نضغط عليها غير شويه، نوضع الشوكولا ونسد حتى نكمل بنفس الطريقه الكميه اللي عندي كامله.
الا بغيتو الكونفيتي للبنات ممكن ديروا نفس الطريقه. هنا البنات جبت عندي الزنجلان ابيض للتزيين، خاص بتزيين الحلويات، صراحه كيجي المنظر ديالو غزال. وهنا عندي البافو او لا حبيبات الخشخاش، اللي عندكم ممكن ديرو، كيجي الشكل ديالهم حتى هو زوين. وهنا غادي نحتاج صفر ديال البيضه وحده. غادي نوضع الكرات ديالي في هذا المكان وغادي ندير عليهم منديل حتى كيخمروا. وهنا بالنسبه للاصفر البيض غنضيف ليه قطرات من الخل ونمزج مزيان باش ما كيبقاش ليا داك الزفوريه فيه. هنا رجعت لكم من بعد ما خمرت ليا اولا خمروا ليا الكويرات، حاولوا تضغطوا عليهم في الاول البنات قبل ما يخمروا باش ما يجيوكمش عاليين. اللي كتبغيهم عاليين تخليهم، انا حيت البنات كنبغيهم هكا يكونوا منفوخين وطالعين ما ضغطتش عليهم. داكشي علاش اللي بغاتهم يجيوها بحال القريشلات اولا القرص، يعني هذوك اللي كيكونوا هابطين شويه ممكن تضغط عليهم قبل ما يخمروا. صافي هنا غادي ندهن عليهم كاملين مزيان بالصفر ديال البيض اللي درت معاه الخل من الجوانب كلشي باش كيتحمروا. بعض المرات كندير الكاكاو والحليب ولكن ما كيعطينيش اللون اللي كندير ملي كندير صفار ديال البيض. هنا غادي نزين بحبيبات الخشخاش اولا بالبافو. ممكن ديروا اللوز ايفيلي اولا الكاوكاو اللي بغيتوا البنات. عن نفسي كنحماق على الزنجلان الابيض والبافو، كيجي الشكل ديالو مراقي. ممكن ديريهم يعني حتى ملي كيكونوا جايين عندك الضياف اولا غادي عند دوزتك اولا غادي عند شي جارتك، صراحه كيجيو يعني راقيين وكيحمروا لك الوجه في الحطه. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه الكويرات ديالي كاملين، يعني كندير هكا مره زنجلان مره البافو وانا غاده حتى كنكمل لاطا ديالي. ضروري الفران يكون سخون مزيان قبل. ودابا مباشره الى الفرن، درتهم في الفران ديال الغاز. الفران ديال الضو البنات كيخليهم شويه قاصحين، اما هذا العكس هانتوما كيف ما كتلاحظوا. وواحد المعلومه بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي راه ما كيتحمروش لينا مزيان، فالطريقه في اي فران البنات انا نوريكم كيفاش كندير باش كناخذ هذا اللون هذا اللي كتشوفوك كيحمق صراحه، اللون اللي رائع جدا وكيثير الانتباه. فكنبقى ندور في اللاطه بهذا الشكل هذا، مره مره هكا مره هكا حتى كياخذوا لي اللون واحد. وهكا الشكل ديالهم كيجي يعني منفوخ زوين صراحه، عجبني. كنتمنى حتى نتوما يعجبكم وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه البنات، فعلا غادي تروق اعجابكم وتعجب وليداتكم. كيف ما كتلاحظوا كيجي شفنج مسفنج ومفشفش صراحه، يعني مهما قلت لكم ما غاديش تحسوا به حتى تجربوها البنات. غادي نفتحها لكم من الداخل باش تشوفوا كيفاش كتجي مقطنه، يعني كتاكلي بحال كتاكلي القطن. ما شاء الله اش نقول لكم، جربوها البنات يعني كيف ما كتشوفوا مقادير بساط اقتصاديين ما غادي تخسروا فيهم حتى شي حاجه. وكنقول لكم الصحه والراحه، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تكثروا ليا من اللايكات وبارطاجيو البنات وتابوناو الا كنتو جداد. وبالصحه والراحه وموعدنا في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.